مفوضية الانتخابات الليبية، بما ان احنا كنا بنتكلم على انه يعني الحضور من الامارات وليبيا امبارح كان حضورا لافتا وهاما، واظن برضو يعني يبقى كده اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى يعني. المهم، طيب، فتح سجل الناخبين اعتبارا من النهارده وحتى يوم 31 يوليو قولوا ان شاء الله. خلوني اخد معايا على التليفون صديق عزيز جدا 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 جدا، وانا دائما يعني اصفه في حضوره وفي غيابه هو اكثر المتخصصين تخصصا في الشان الليبي، الاستاذ عبد الستار حتيته. ازيك يا استاذ عبد الستار؟ يا مرحبا، مساء النور، منورنا. الله يخليك يا غالي، ما تحرمش منك حبيبي، ربنا يخليك. يعني احنا كنا بنتكلم على مسألة الانتخابات في ليبيا، بس يمكن كنت من البداية عاوز أسألك على الحضور الليبي امبارح في مناورة قادر 2021، كيف تراه، كيف تترجمه، كيف تفسره؟ أعتقد أنه يتضمن الكثير الكثير من الرسائل الليبية للداخل الليبي وللإقليم وللعالم. يعني حضور السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ووجوده بجوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجوار القادة العرب الذين شاركوا في افتتاح قاعدة 3 يوليو، أعتقد أنها رسالة مهمة للغاية وتحمل العديد من المضامين، وأكد عليها الجيش المصري حين قال أنه أن بناء الجيش ليس من أجل الحرب ولكن من أجل السلام. مصر تمد يدها بالسلام وهي تحاول بقدر الإمكان أن تنقذ الشعب الليبي، وأعتقد أن السيد محمد المنفي يدرك ذلك جيدا، ولهذا لبى الدعوة المصرية رغم كل العراقيل ورغم كل الأحابيل التي تنسج من أطراف عدة في الداخل الليبي وفي الإقليم بشكل عام. عظيم جدا. طيب هنبدأ ننتقل هنا للموضوع الرئيسي بتاعنا، وهو أن مفوضية الانتخابات الليبية بتفتح تسجيل الناخبين اعتبارا من النهاردة إن شاء الله وحتى يوم 31 يوليو بإذن الله. رأيك في هذا المسار الذي بدأ ويمكن كان بدأ بمباركة وبدعم مصري؟ طبعا تعلم أن في مطلع 2020 كان العالم مشغول بشكل قوي بجائحة كورونا، وهذا الانشغال جعل بعض الأطراف تحاول أن تنفرد بالملف الليبي. من هنا خرجت مصر بإعلان القاهرة الذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2020، ووضع خارطة طريق محددة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني من أجل إنقاذ الدولة الليبية. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلين 2 واجتماعات جنيف وملتقى الحوار السياسي. طبعا لا يخفى على أحد أن هناك الكثير من العراقيل التي وضعتها بعض القوى الإقليمية والتنظيمات الفوضوية والإرهابية مثل جماعة الإخوان. لجنة الانتخابات الليبية تحاول أن تركز وتؤكد على حتمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل رغم كل الممحكات ورغم تعطيل وجود أساس قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات. هي خطوة مهمة للغاية، خطوة لجنة الانتخابات الليبية، وأعتقد أنها سوف يعني تشد الأذهان الليبيين والرأي العام الليبي إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة الوصول إلى شكل قانوني ودستوري لإجراء هذه الانتخابات. بشكل عام يمكن أن تقول أن الدولة المصرية تقف مع الأخوة الليبيين بشكل قوي وتحاول بقدر الإمكان أن تصل بهم إلى بر الأمان دون اقتتال ودون حروب، وأن تكون هناك رؤى متقاربة ما بين الشرق والغرب والجنوب تصل بليبيا إلى شط الأمان. طيب أستاذ عبد الستار، هل تعتقد أن هناك لا قدر الله ما قد يعكر صفو هذا المسار؟ شوف، يعني هناك قوى معينة وهي القوى التي تعتمد على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تتبع نظرية يعني إما أنا في اللعبة أو أخرب اللعبة برمتها، وهذا ما تحاول أن تقوم به الجماعة في الوقت الراهن. ورأينا الإغراق في التفاصيل الذي أشعته جماعة الإخوان
وإفشال للوصول إلى قاعدة دستورية من خلال ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف خلال اليومين الماضيين. لهذا أنا أعتقد أن عدم كسر شوكة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان خاصة الذي ينشط في ليبيا سوف يؤدي إلى مزيد من المشاكل، ليس في ليبيا فقط ولكن في الإقليم وفي منطقة البحر المتوسط وفي أفريقيا بشكل عام. لهذا يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل بقوة وأن يضغط بقوة للحفاظ على المسارات التي وضعها بالتوافق مع الإخوة الليبيين، سواء مسار برلين 2 أو مسار الصخيرات أو مسار إعلان القاهرة أو غيرها من مسارات، كلها تؤكد على ضرورة الوصول إلى قاعدة دستورية وشكل قانوني لإجراء الانتخابات في موعدها. جماعة الإخوان وجماعة الفوضوية لا تريد للانتخابات أن تأتي إلى موعدها إلا إذا كانت هناك ضمانات لكي يتواجدوا على رأس السلطة أيا كانت الفترة المقبلة. يعني لا يخفى على أحد أنهم تحدثوا بشكل علني أنهم يرفضون وصول فلان وعلان إلى سدة الحكم في ليبيا حتى لو جاء من خلال صناديق الانتخابات. نعم، أنا بشكرك جدا أستاذ عبد الستار، شكرا جدا للكاتب الكبير أستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن